مرحبا أطفال، كيف حالكم؟ سنكمل قصة عيد في الغابة. نتذكر سويا اسم الكاتبة. صحيح، اسم الكاتبة غريس أبو خالد. أما دار النشر؟ جيد، دار النشر هو دار المفيد. في الجزء الثاني من القصة طرحنا سؤالا، هل ستحضر الحيوانات كعكة العيد؟ هل فكرتم بالإجابة؟ ممتاز، هيا لننطلق كي نعرف أحداث القصة. بينما كانت الحيوانات تحضر كعكة العيد والسلطة، كان ثعلوب وزوجه ثعلوبة يراقبان المكان جيدا. شاهدت الفراشة ثعلوب وثعلوبة، فطارت وأخبرت النحلة والجندبة. سمع العصفور بالأمر فذهب إلى البومة وروى لها ما يحدث. قالت البومة، يريد ثعلوب وثعلوب أن يخربا الحفلة، لكنهما لن ينجحا. دعت البومة الحيوانات لاجتماع وتشاورت معها بما يحدث، ثم وضعت خطة ذكية. أطفال، البومة دعت إلى اجتماع. ما هي الخطة التي ستضعها البومة لأجل الحيوانات؟ سنرى في المرة المقبلة. إلى اللقاء.